حضرات تقول أرجوك أن تنقذ هيبة المسيحية من اللبس الخليع الذي تلبسه معظم السيدات والفتيات المسيحيات في بيت الرب في القداسات والاجتماعات وإلا وإلا وفي الأفراح شكل عارية. ما هذا مع أني سيدة ولكن يفور دمي من هذه المناظر ومعايرة الآخرين المحتشمات إلى آخر. والقساوسة جف حلقهم من كثرة الكلام معهن دون جواب. لابد من حل رابع أن أدى الأمر إلى منع دخول الغير محتشمة إلى الكنيسة فبيت الله تليق به القداسة. شوفي إن كان دمك بيفور عشان اللي بيلبسوا ملابس كده هيفور دمك في الشارع برضو من أجل نفس الوقت. هل هنقدر نصلح كل البنات اللي في العالم ونصلحناهم جوه الكنيسة هنقدر نصلحهم بره؟ منعهم من دخول الكنيسة ده أمر صعب. ده مفروض نجيبهم الكنيسة عشان نوعظهم ويسمعوا كلمتين كويسين ينفعوهم يغيروا اللي فيهم. لكن منعهم من الكنيسة ده المنع من دخول الكنيسة له شروط. ومع ذلك الكلام مبالغ فيه شوية. انا شايف قصادي ستات كتار وما فيش ولا واحدة لابسة ملابس وحشة. انت جرالك ايه؟ لازم تاخدي دواء يمنع فوران الدم.